لجنه الاحصاء اللي هي الفولي بول انفورميشن سيستم، دي لجنه انشئت من الاتحاد الدولي علشان تغطي كل الملاحظات وكل البيانات اللي بيحتاجها الاعلام، وهي اللجنه الوحيده اللي بتبقى مخدمه على الصاله كلها، من اول الكنترول كوميتي، من اول الفورمات اللي بتتعمل لحد الفرق الاستاتستيك. في فرق ما بيبقاش معاها اللي هو الاستاتستيك اللي هو بيبقى اللي هو الداتا فوليوم، فاحنا بنخدم عليهم بنديهم الاستاتستيك بتاع كل ماتش، وبنيجي في اخر البطوله خالص ناخد بالك بنعمل الاحصائيات لكل واحد، احسن سيرف، احسن ريسيف، احسن ديج، احسن بلوك لكل البطوله. دي بيبقى حاجه محايده، والاتحاد الافريقي برئاسه الدكتور عمرو كان حريص ان كل البطولات اللي بتتعمل بالشكل دوت والتنظيم الجيد ده لازم يكون فيها فولي بول انفورميشن سيستم اللي هو لجنه الاحصاء. عندك الاهلي بسم الله ما شاء الله عليه، قرطاج من الفرق برضو اللي كانت بتاخد البطولات ديت، يعني خدتها السنه اللي قبل اللي فاتت، والاهلي هو اللي كان واخدها السنه اللي فاتت، برضو من البطولات اللي هي بيحقق فيها مراكز حلوه. وعندك الجزائر برضو كويسه، وبايب لاين، فرق كينيا برضو حلوه. فعشان كده لازم الاحصاء لازم نكون حريصين جدا في موضوع الاستاتستيك بتاعت اللعيبه علشان نطلع كل واحد ياخد حقه بالظبط. تنظيم النادي الاهلي لا غبار عليه، في الاقامه، في كل حاجه بسم الله ما شاء الله عليه، حاجه فوق الوصف يعني، فوق الوصف.